مرحبا. يا اهلا وسهلا بك. يعطيك العافيه. شوف لي هالقطع الحلوين هدول. هذا بيشبهها مثل قطرة المي. بداية أكذب على نفسي، والآن لا أصدق أحدا، لا أصدق أحدا. لازم أحكي له كل شيء، ورح نبلش من جديد. أمير؟ إيه حبيبي؟ أنا رايحة على الشط، شو رأيك تجي لنحكي شوي؟ ممكن تتلهي شوي، أنا عندي شوية شغل. ماشي، أنا رح أجي أول ما خلص، اتفقنا؟ ماشي، بس لا تنطرني كتير لحالي. ماشي يا روحي، ماشي، يلا باي باي. تعا قبل ما أفقد قوتي وشجاعتي. أمير وينك؟ أنا لساتني عم استناك. روحي أنا بالبيت، أنتي تعالي. بس نحن متفقين نلتقى هون أمير. لبين ما غير ثيابي بتكوني إجيتي. يلا عم استناكي. ماشي. شو أهمية الحكي اللي بدي أحكي له إياه؟ أهلين حبي، يلا بسرعة بدنا نطلع على الجنينة. أمير نحن لازم نحكي. ماشي ماشي، فوتي هلا وبعدين بنحكي. أمير بس شوي. نسيت شغلة.
بالاول اللي سهل. شو هي؟ ما تسألي شي. انتبهي لتحت، انتبهي. انت جاهزة؟ حبيبة عمري جاي على بالها تلعب معي بالثلج. أمير، كل هالشي كرمالي؟ كل شي كرمالك. وهذا كمان إليك. أمير، في شغلة لازم أحكي لك إياها بالأول، وإذا بعد هالشي ضليتك عم تطلع فيني هيك، أنا أصلاً ما فيني أحكي وأنا عم أطلع بعيون. أمير، أنا تقبلي تتزوجيني؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.